السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقتنا لهذا اليوم، ومحورها الذي هو تتبع عيوب الآخرين. إذ قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: طوبى لمن منع عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه. فأهلا وسهلا بكم المشاهدين، نلتقي بضيف الإمام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسم جنابك كريم، ومن أي محافظة؟ كريم محمد من محافظة ذي قار. أهلا وسهلا بأهل ذي قار عند الإمام الحسين عليه السلام، موفقين إن شاء الله، زيارة مقبولة. الله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وعلي محمد. ما أدري زيارتك ناي يعني من ذي قار بعيدة، يعني جاي صدفة أو لا؟ أنت كل فترة تجي تزور؟ والله دائما يعني أنا أزور، يعني حتى إذا كان عندي شغل ببغداد، يعني أنت قلبك يكون يمن الإمام الحسين، يعني ما تقدر، يعني مستحيل ترجع لبيتك وانت ما تزور الامام الحسين، ما تقدر يعني. يعني صارت فتشي بالدم يعني، ها شاره بصراحه تمشي بدم الناس المؤمنين ان شاء الله. يعني احنا غير حسين ما عندنا وسيله. يعني يعني الحسين سلام الله عليه اعطى كل شيء لله. يعني احنا ما نقدر نعطيه هاي مثلا يوم في سبيل الحسين تزوره وترتاح وتشوفه. هي محبه الحسين صارت يعني بصراحه بدمنا تجري بعروقنا. تجي وحدك او يجون وياك جماعه؟ يعني اليوم هذا زيارتك جايب وحدك؟ والله اليوم يعني وياي اصدقائي، يعني افترقنا ببغداد، قلت لهم شلون نزور؟ قالوا لا احنا ما نقدر اليوم لان عندنا مشاغل. فاني اجيت ازور الامام الحسين سلام الله عليه، وباكر ان شاء الله متوكل راجع للناصريه. ان شاء الله زياره مقبوله وموفقين ان شاء الله دائما. محبين الامام الحسين يعني ما اكو عندنا فد قول يقول انه يؤجر المؤمن رغم انفه، يعني الله سبحانه وتعالى يحصل هاي الرحمه انه انت اجيت لهنا زرت، يعني صار فد سبب الله سبحانه وتعالى خلاك انه ان شاء الله بهذا المكان العظيم الكريم انه نتبرك يا امام الحسين يعني باستمرار، لانه محبه الحسين بداخلك، فلذلك الله سهل لك هذه الزياره. ان شاء الله موفق دائما. الله يحفظك ان شاء الله، ورب يوفقكم بحق محمد وآل محمد. استاذ كريم، عندنا محور يعني نناقش احنا بكل حلقه من حلقات برنامجنا اللي هو ضيوف الامام الحسين، نحاول من خلالكم يعني نطف التوجيهات محددة يعني للإخوان اللي غافينه، يعني كل احنا غافين، يعني الغفلة هاي تمر علينا. موضوعنا لهذا اليوم هو تتبع عيوب الآخرين، تتبع زلات الآخرين. يعني اكو ناس خلينا نقول ما عندها شغل وعمل، يعني يقعد هو ويجي فلان ما ادري وين راح، ويدور ورا الناس، وبالأخص قسم إخواني يعني مؤمنين ملتزمين، يدور أقل زلة أقل هفوة في سبيل أنه ينشرها. شو رأيك بهاي الظاهرة اللي موجودة يعني بدت بصراحة انتشرت بالمجتمع؟ يعني مع شديد الأسف يقول خير الناس من نفع الناس، يعني عكس الكلام اللي يقوله الإنسان. مفروض أنا مثلا يعني من أنفع الناس بكلمة طيبة، ومن أنفع الناس بمن بعمل خير. هذا اللي يفعل الإنسان، مثلا أنا أدور يعني زلة على الآخرين أو أدور عيوب الآخرين، هذا دلالة على ضعف الإنسان، ودلالة إيد العليمن على قلة معرفة الإنسان. الانسان شو يقول؟ حب لاخيك كما تحب لنفسك. يعني شلون انت تكون مؤمن؟ شلون تكون انسان؟ شلون تكون حسيني اذا ما تحب الخير للناس؟ هذا اللي يعني اللي اقوله يعني صراحه. يعني اذا يعني نقدر نعتبر حاله مرضيه شخص هذا مريض؟ يعني هي مع شديد الاسف اليوم الصديق مرات متتخالف وياه على شيء معين كنت انت تثق به وصديقك، واليوم مع شديد الاسف تصير بين الاخوه، يعني بين الاخوه، يعني اللي صار العصر هذا اللي نسميه المرض اللي منتشر يعني بجميع محافظات العراق، الا وهو يعني اسقاط الشخص المقابل، يعني اسقاط شخصيته، اسقاطه بين الناس على مود الناس ما تحبه. فهو يقول الله سبحانه وتعالى: لا واضع لما رفعت، ولا رافع لما وضعت. فالله سبحانه وتعالى هو ابو الكل. يعني قصدك الانسان اذا هو زين وخوش مهما يكون الناس تدور وراء زلات فهو الله يرفع، يعني مهما تدور على زلات. من كان مع الله كان الله معه. فانا بالنسبه لي يعني حسب رايي انا اقول اذا كان الانسان عنده ثقه بنفسه وعنده ثقه بالله، مستحيل اي شخص يقدر كانما يذله او يقدر يستنقص من شخصيته. وبعدين احنا يعني كل شخص من عندنا، يعني اسال المشاهدين، يعني كل انسان من عندنا هو به عيوب، عنده نواقص، احنا مو ناس يعني كاملين، كل احنا يعني ما ممكن، احنا مو معصومين، عندنا اخطاء وعندنا عيوب. فخلي يعني المفروض احنا نتبع عيوبنا اول مره، نصلح نفسنا قبل لا نظل يعني نوجه لفلان مو زين وفلان مو زين وفلان. يعني ليش احنا ما نصلح نفس الانسان اول مره؟ نعم، يقول لو نظر الناس الى عيوبهم لما عاب احدهم. احنا جايش يعني جزء ولو هي جزء نخرج عن طور الكلام السلس،
يعني مع شديد الاسف احنا نشوف هسه لابسين ملابس وكذا، بس احنا يجوز ربما من الداخل ما نحب الخير للناس. بس المفروض الانسان يخلص من داخل نفسه في سبيل يوفر للناس، يوفر الكلمه الطيبه، لان هي صدقه. يعني اليوم الابتسامه هي حلوه، ليش يعني عنها؟ ليش؟ والانسان ترى هو ما يعيش، يعيش بهاي الحياه، هو مجرد على قولة سويعات يعني، هي كانما. الانسان المفروض يكون نظيف من الداخل قبل يكون نظيف من الخارج، هذا اللي توصلنا له ان شاء الله ويا حضرتك. احنا عندنا فد هديه صراحه تبركيه من البرنامج، اتمنى تقبلها من عندنا اكثر ما نسال. الله يوفقك. نسال الله يوفقهم بحق محمد وعلي محمد. واشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. سلم على اهل الناصر، كلهم موفقين ان شاء الله. حفظك الله ويعافيك، اسالكم الدعاء والزياره. تسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تعرف على اسم جنابك الكريم؟ انا ابو عبد الله من بغداد. اهلا وسهلا بغداد. بغداد كبيره، وين بغداد؟ بالشعب، مدينه الشعب. يعني من اخر بغداد من هناك وجاي يزور؟ جاي يزور بوحدك حجي؟ والله الجماعه وياي نزور. الواحد ياخذ راحته، كل واحد عنده مناسك معينه بالزياره. نعم صحيح، كل من ياخذ مناسكه وطقوسه بالزياره. واحد بس يزورك، واحد يدعوك، واحد كل يسوي هناك واحد. نعم صحيح. حضرتك تجون يا تزورون ترجعون وتبقون اليوم هناك؟ نرجع ساعه 3 ساعات ونرجع. عندنا سياره موجوده نرجع بها. يعني سياره خاصه للزياره تجون يعني؟ مو تجون؟ لا سياره خاصه نجي بها. حجي يعني ما دام انتم تجون من هناك من بغداد ان شاء الله موفقين بزيارتكم ابو عبد الله. بالطريق يعني انتم جايين تزورون، يعني نيتكم زياره، ماكو قسم واحد يجي عبريه نفر فما غش، بس من تجون انتم كلكم جايين زياره الحسين، اكثر حديث يدور بيناتكم يعني بهالطريق هذا، شنو يدور بيناتكم؟ يعني عن القضيه الحسينيه، عن خير، عن شنو اللي يدور اكثر شيء؟ اول شيء الدعاء، دعاء وصلاه على محمد وعلي محمد وذكر اهل البيت يعني اذا تجون نيتكم للزياره والطريق كله تخلصوه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى واهل البيت والاحاديث، وواحد يستفاد من الثاني. اكيد كل واحد عنده معلومات، كل واحد قارف الشكل، كل واحد ثقافته شيء. اسئله دينيه، واحد يسال اسئله دينيه معينه يجاوبه بالطريق. يعني ممكن واحد خلال الاسبوع او خلال الفتره هاي صار عنده فد اشكالات شغلات فد اسئله، يمكن يجي احد سامع فيستفاد، واحد استفاد من الثاني، وهذا استفاد. نعم حادث شيء عنده فد مساله معينه مثلا سال بها ما عرف يجاوبها، يسال جماعه الموجودين اللي وياه حتى يجاوبوه يساعدوه. يعني هذا هاي فد ميزه يعني حلوه لل اعزائي المشاهدين للمؤمنين بصوره عامه، يعني فد ميزه جيده انه يجون يذكرون الله سبحانه وتعالى، يذكرون يعني اهل البيت، يذكرون السيره الحلوه، الجانب حلوه. احنا ما انا يعني من سالتك سؤال، محور حلقتنا اليوم يتعلق بهذا الجانب. اكو قسم من الناس مع شديد الاسف يعني من يجي يلتقي باحد يعني او من يلتقي بواحد يحاول ينتقص من غيره، يحاول يدور عيوب الناس، يحاول يدور زلات شخص معين، حتى زلات اقرب الناس، هذول الناس يعني شنو اللي نوجه لهم رساله حجي؟ والله صحيح موجه الناس موجودين، وهذا يدخل في جانب الغيبه والنميمه. والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يقتل بعضكم بعضا ايحب احدكم ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. هاي حاله مو زينه ومرفوضه. اكو ناس يستمعون لهم واكو ناس لا ينصحوهم. انا كم واحد ناصحهم اقول له ما يصير، وعلى اخوك هذا، وهاي بالقران الايه الفلانيه تنهى عن هذا الشيء. بس هاي يعني حتى هسه الغيبه واحد يستغيب شخص على فتح شغلات موجوده به ما يذكرها، بس اكو قسم لا يعني يروح ورا الاشخاص يدور فد عيوب الناس. يعني اكو ناس اكو بيوت اسرار مثلا، اكو شخص عنده اسرار يحاول يروح يدورها وينشرها. هذا يعني هاي مو بس غيبه، هاي صارت يعني هذا يدور عيب على الناس في سبيل انه يفضحها، في سبيل نشره، في سبيل يقلل من قيمته. صحيح هاي غيبه وفتنه وتعاقب. اكو اشياء مو موجهه، تعال هو تعال. ايه هاي ما يجوز، هاي لان هذا مسلم، اخوك المسلم مسلم، اخو المسلم. الاسلام حرام بالاسلام، بالدين حرام. زين حجي صادف وياك انه هيك شخص ورديته يعني مثلا قلت له هذا ما يصير، مو احنا المشكله يعني ابو عبد الله، المشكله احنا من نلتقي بشخص من نستمع له ويظل يحكي زين يطلع عيوب فلان فلان راح يتمادى، مو صحيح؟ يعني التقيت في اليوم شخص وقلت له ما يصير هالشكل، تذكر عيوب هذا ما عنده العيب يجوز ما موجود، صار عندك وياك صار حالي، صار اكثر من حاله وياي ونصحتهم قلت له ما يصير وكذا، وانت ما يصير تتهم الناس جزافا وما عندك دليل وتضعف العالم، وهذا مسلم اخوك الاسلام حرام. نصحته وبكلمات بليغه اعوذت بها ووبخته. يعني هي
يعني هاي الطريقة الأفضل اللي ممكن نواجه بها هاي هذا الوباء، يعني اعتبره وباء. يعني احنا ننقص من قيمة شخص جوزاني، هذا الإنسان احترمه أقدره، بس يجيني واحد ينقص من قيمته بشغلات هو ما مسويها أصلا، يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى شو يقول له بعد يعني الناس؟ أي حرام حرام، الله سبحانه وتعالى يقبل هذا. حتى قلت له أنت تقبل على أنك تصير شيء، يعني أنت أفرض نفسك في مكانه، تقبل واحد يجي يتهمك اتهام باطل وما كل ما، شنو موقفك أنت؟ نشكرك على المعلومات، بس عندنا هدية تبركية نتمنى أن تقبلها من عندنا من كادر البرنامج ومن العتبة الحسنية المقدسة. رحم الله والديك، أشكرك، أنا ممنون. شكرا جزيلا، إن شاء الله نشوفك دائما هنا بالإمام. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يعطيكم الله سبحانه وتعالى بجاه الحسين وجاه أخي. السلام عليكم. عليكم السلام غاتي حبيبي. ممكن تعرف على اسم جنابك؟ أكيد، محمد علي نجم من كربلاء، قسم مساحة سادس من إعدادية العباس، صناعة العباس. إعدادية صناعة. أهلا وسهلا بك. عباس يعني جاي يزور، أنت بعدك شاب يعني تحب الزيارة؟ أكيد، هاي الشغلة منتهين معته. أنا بالأسبوع يعني أقل شيء مرتين ثلاثة أجي للزيارة بالأسبوع هاي. فأكيد من ما يحب الزيارة، وهاي الشغلة منتهين معته أصلاً. يعني بصراحة من يكون شاب عنده هيك إيمان يعني ويجي يزور الإمام الحسين، والكثير يعني مع الأسف من أحبائنا الشباب يعني يلتهي بشغلات يعني بالشارع بالقهاوي يعني ماشي يا أخي، أنت أطلع أمشي شوف، بس المفروض قد تكون لك علاقة ويا الإمام، صحيح؟ يعني المفروض أكو عندك ارتباط ويا الإمام، لأنه الإمام عليه السلام من تقعد بالضريح أكيد يرجعك تفكر في شيء ديني، شيء أخلاقي، شيء حماسي، شيء يفكر بتحسين الوضع العام. إيه أكيد، هاي إحنا ضد هاي الشباب اللي بالقهوة أو غير أماكن نروح، وإحنا همات يعني عندنا رابطة اسمها رابطة الرسالي اللي يتابع المدرسي، فإحنا شباب يعني كل خميس نجي ونسحب الشباب المزينة هماتين نسحبهم ويانا، يعني نرجعهم إلى الله، نقربهم إلى أهل البيت. فهي هاي يعني أنتوا تعملون على في سبيل فعلا يعني عمو، إذا تنقذون لكم يعني واحد أو اثنين أكيد يعني هذا فد شيء، لأن وجود دولة غافلين. أكيد غافلين وغير عالم أصلا، يعني جيبة لا صلاة ولا هاي، يعني غير عالم، أغاني وأماكن بعيدة. فإحنا نجيبه نحكي وياه نصحه نقربه إلى الله، كل خميس نجي نزور زيارة عاشوراء والإمام العباس هماتين ننصح ونطي ونساعده هماتين. يعني هذول يعني أكيد يعني أكثر من واحد جد هذول يعني كان يدري إنه هو غلطان. إي أكيد غلطان وندمان، وهو بنفسه يقول يعني أنا كنت بغير عالم، يعني بغير عالم أصلا، يقول هسه أنا قلب ارتاح، يعني ارتاحت نفسيتي، يعني غير عالم جيت هماتيا، احس انه عالم جديد هيك. حتى توفيقه، حتى نجاحاته، حتى يمكن اختلف كل امور حياته اكيد يعني اختلفت. اكيد توفيق بالدراسه هماتيا، توفيق بحياته عندك، فكثير شغلات صارت بحياته. اما ما دام انتم يعني الشباب رساله، يعني نحب نتناقش وياك بموضوع اللي هو محور حلقتنا لهذا اليوم، هو تتبع اثرات الاخرين، زلات الاخرين، عيوب الاخرين. يعني انتم كشباب يعني اكيد اكو واحد يجي يحكي على صاحبه وفلان سوى هالشكل، فلان جزء بعض الاحيان شغله بسيطه وما حد يدري بها، بس هو ويجي يوضحها، يدور عثره ورا فلتان ورا علان. يعني هذول شنو رايك بهيك النماذج؟ اكيد هالشغله انه هاي غلط، وياخذ غيبه الناس هماتين، او يحكي ضد صاحبه او ورا صاحبه، هاي يعني اكبر غلط هذا الشيء. وننصح انه من ها قناتكم الكربلاء انه هذا الشيء غلط، لازم انت يعني تصير ويا صديقك مو ضد هماتين، فانت لازم وياه بكل شده وياه، مو لازم تحكي عليه، فهاي الشغله منتهين معناته. من يقول انت احسن؟ يعني هسه انا من اجي اطب شخص، من يقول انا احسن من عنده؟ من اجي ادور عيوبه؟ جوز انا عندي عيوب اكثر من عنده، مو صحيح؟ اي يدور عيوب الناس، بس هو عيوبه ما مسويهن. فهو شنو يدور ورا الناس، فهي ما يصير هيك، انت تشوف حالك شنو وما شنو، بعدين تعال دور على الناس. صادفت يعني باثناء حياتك يعني هاي الحلوه ان شاء الله شبابك الحلو، صادفت احد يعني انه يدور ورا صديقه يحكي في العيوب ونصحته؟ اي اكيد، هاي كلش هواي يعني بالمجتمع كلش منتشره، وننصحنا ونرجع لورا، بلكي الله ياخذون هاي النصيحه ويلتزمون بها. فان شاء الله يلتزمون بها، وشبابنا احنا يعني ورود، والله ورود وزلم، وان شاء الله على هذا الطريق الامام الحسين، وان شاء الله
بالتوفيق. يعني حتى ذولا يمكن اللي هم رايحين عن طريق يمكن جزء ما حصلوا توعيه، ماكو لقوا احد يوعيهم. صحيح صحيح، او ما لقوا الاصدقاء، الاصدقاء هم الاصدقاء الصالحين اللي ينصحوه اللي يعني يسوون وياه، ابد ماكو. اللي هو جاي يدور عليهم اكثريتهم جاي يدورون بس ما يلقون، او هو رب العالمين يدزهم لهذا الشخص يريد ينصحهم، يريد ينصح هذا الشخص او يريد يحكي وياه او يريد يسحبه اليه. هو يعني بكيف رب العالمين، هو يريد يسحبه اليه يريد ما يسحبه، يريد يخليه بنفس المكان يريد ما يخليه بنفس المكان، فهي هاي حياته. والنعم بالله. يعني اعزائي المشاهدين اكيد يعني انا بصراحه اكثر من حلقه من الصرفه بصراحه من القى هيك شباب افرح، يعني شاب هو عنده معلومه، هو ينصح، هو يعلم، وكانه شخص هاضم الحياه، كانه انسان يعني مجرب، فلذلك يحب الخير، يحب المساعده، ما يقبل المزينه. ويا ريت يعني يا ريت اخواننا شبابنا اللي عنده معلومه ليه يبخل بها على اخوته، ليه يبخل بها على اخوانه. يعني هسه مثل ما يقول الاخ يعني يقول اكو ناس ما يدري، يعني هو اصلا اختلط ويا مجموعه هي هاي المجموعه اصلا منحرفه يعني، بس من يلقى الشخص او يلقى المنقذ اللي يخلصه اكيد بالتوجيه يعني من جماعته. ويعني خلي بالك عمو، يعني ترى بعض الشباب يمكن من ابوه ما يقبل، من يقول له ابوه يشوفها في شغله صعبه او يصور ابوه انه هاي كبير وما يعرف، بس من يجي من واحد مثله شاب ويقول له اكيد راح يتقبلها. اكيد اكيد احنا نعاني همات من هذا الشيء، انه نقول له تعال يقول له اهله ما يقبلون وهاي هماتين، فاحنا نجي نحكي ويا اهله يقبلون اهله هماتين فيظلون يامنون ويانا. وهاي يعني هواي كثير ناس هيك، ويعني هواي يعني ولد كان عاني من هذا الشيء بس كان عالج الحمد لله والشكر. وفق ان شاء الله عمو. اكو هديه تبركيه نتمنى ان تقبلها من عندنا من كادر البرنامج ومن العتبه الحسين المقدس. رحم الله هديكم وجزاكم الله خير الجزاء. طبعا هاي القناه اكيد يعني كل عراق متابعها وكل كربلائي، هاي كربلاء يعني تراث للشعار الحسينيه الحمد لله والشكر. بارك الله بك حبيبي، شكرا جزيلا، اشوفك بخير. المشاهدين الشيخ حسنين الرباعي من قسم الشؤون الدينيه شعبه التبليغ الديني، نلتقي به هذا الاسبوع لنناقش معاه حلقتنا لهذا اليوم او محور حلقتنا لهذا اليوم. شيخنا السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في برنامج ضيوف الامام الحسين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. شيخنا الجليل، يعني احنا طريقه برنامجنا يعرفوها الاخوان الشيوخ قبل جنابكم الكريم اللي يجون، عندنا محور نناقشه يعني من خلالكم نحاول انه نفيد الاخوان المشاهدين، نفيد الناس الغافلين، بس احنا قبل لا نلتقي بجنابكم يعني يكون عندنا لقاءات حوارات ويا الاخوان اللي يجون ضيفنا الامام الحسين. فالمحور كل مره نناقشه، بس احنا جانب العام ما نقدر نعرفه، يعني الشغله الشرعيه الصحيحه نحن شو يعني مو من المصدر الاساسي، فمن جنابكم ان شاء الله نقدر نوضح للمشاهدين الكرام الجانب الشرعي بالمحور مالتنا. محورنا لهذا اليوم هو تتبع يعني عيوب الاخرين، تتبع زلات الاخرين، تتبع اثرات الاخرين. شيخنا اكو ناس يعني ما عنده شغل وعمل، يعني يقعد ويدور هذا فلان فلاشي فلاشي وبدون مصلحه، يعني بدون ما بيها فائده له، ما اعرف شنو الفائده اللي ترجعها، ما اعرف لانه ما اعرف شنو هذا الشخص. شنو يعني الحاله شرعا، يعني شنو يتحمل الاثم اللي عليه، شنو هو يعني هذا اللي يدور ورا الناس عيوبها. احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رحب بكم أجمل الترحيب إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل أعمالكم، هذا عمل موفق إن شاء الله. بدءا بالله سبحانه وتعالى وبكتاب الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس وتتبع أثرات المؤمنين طبعا من أشد المحرمات، يعني فقهيا هو محرم، أما في الروايات فأكو تأكيد وتجديد في هذا الناحية. فمثلا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإن من تتبع عثرات المؤمنين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته فضحه ولو في جوف بيته. يعني الإنسان المؤمن، أكيد الإنسان المؤمن هو مو معصوم، إنسان حالة يعني ربما يصيب يخطئ، كل إنسان معرض لهذا الشيء. مرات إحنا نسلط الأضواء، يعني هذا الإنسان نخليه تحت المجهر، وكل إنسان إذا خليته تحت المجهر راح تظهر من عنده هواي معايب. ها، وعينك إن أبدت لك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعين. مثل ما أنت عندك عيب غيرك هم عنده عيب، ف
فإذا احنا تتبعنا عثرات المؤمنين وهو يتتبع عثراتي، شو وقت نحل مشاكلنا؟ شو وقت نطور أمورنا؟ نعم أنا يوم أتبع عثرات المؤمن وأكون يعني خلينا نقول مرآة لأخي أخي المؤمن، أنه أبين له بعض النقائص الموجودة بي، لكن هذا بأي طريقة؟ نصيحة؟ أحسنتم، النصيحة. النصيحة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بين له هاي القضية، أنت من تريد تنصح شلون تنصح؟ يقول من وعظ أخاه، الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول من وعظ أخاه سرا فقد زانه جمله، ومن وعظ أخاه جهرا فقد شانه. هذا شوه سمعته قدام الناس، شهر بي، نعم بي نقائص، بين لي هاي النقائص، وضح لي هاي النقائص، ولكن تعبيرنا على الخاص مو على العام، مو تنشره على الفيس وتنشره على شبكات التواصل. قضية تتبع أثرات المؤمنين هاي قضية جدا خطرة. يعني شوف هاي الآية 12 من سورة الحجرات اللي تتكلم على عن موضوع المجتمع وحفظ المجتمع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، بعدين يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه قضية حفظ نظام المجتمع، إذا حافظنا على نظام المجتمع وعلى ما موجود فيه من نقائص ولا كمال، كل إنسان مكامل فقط المعصوم كامل. فإحنا قدر الإمكان يعني إذا نريد نحافظ على مجتمعنا نحافظ على أسرنا. يعني حتى بعض الأسر تشوف أكو تجسس، الأب يتجسس على ابنه، يتجسس مرة واحد يتابعه ماكو مشكلة، أو زوج يتجسس على زوجته، أو زوجة تتجسس على زوجها، وبالتالي هو الزوج مو معصوم، يعني سهوا غطأ كذا. فالقضية هي المفروض يعني يصير أكو روح طيبة وروح إيمانية، أنه من يتبع أثرات المؤمنين. إذن يعني أعزائي المشاهدين، النقطة المهمة اللي يعني نبهنا عليها سماحة الشيخ، أنه إحنا مكان ما نتبع أثرات المؤمن، وإذا شفنا إحنا فعلا نحبه وأخونا أو صديقنا أو حتى الشخص منطقة جيراننا أقربانا، مكان ما نروح نجي نشهر به وندور وراء أثرات، نروح نقول له يا أبا عندك فلان شغلة زين مو زينة حاول صلحه، وبسر يعني ما يصير أنا أروح ترى فلان شي يروح أقول له، يعني المفروض نروح نبهه. مصحح شيخنا، هذا جدا مهمة. زين شيخنا، موضوع الأخ، يعني أكو ناس مو بس هاي شيخ، يعني اللي وصلنا إحنا وصلنا مراحل خوش مراحل ما شاء الله، يعني أكو شخص ما عنده أصلا أثرات يخلقون له أثرات في سبيل يقللون من شأن هذول، ايش يقولون؟ يعني هو ما عنده عذر، انسان زين بس الظاهر يعني ما ادري سلوكه سيرته غاثتهم، يطلعون له عذره ما موجوده به، يشوهون سمعته. ذولا شلون يا شيخنا العزيز؟ احسنتم. طبعا هاي من صفات الحاسدين، العين تعبيرنا ما ترجع ما تحب الارجح منها. كل انسان نشوفه كامل في بعض جوانبه، واكو ناس تحب ما تحب انه هذا يصعد فوقهم او مثلا يكون افضل من عدوم في جانب يعني معين، فيحاول بكل صورة يدور النقائص أو يبحث عن النقائص، ربما تكون فضيلة هي يصورها بأنها رذيلة، هي فضيلة. إنسان متواضع يقول ها هذا شبيه هيك كذا، يعني هو حتى الفضيلة يحول هي بالعكس، هذا نتيجة الحسد ونتيجة الغيل والحقد على هذا الشخص، هذا مرض أجارنا الله وإياكم. شيخنا موضوع ثاني، يعني احنا هسه اريد يعني احنا مجتمع، يعني مجتمع ضخم، يعني شلون هيك ناس يعني شلون نقدر نعالجهم؟ يعني شلون نقدر نمنعهم؟ يعني شنو الطريقه المثلى يعني بالدين اللي ذكروها؟ يعني اكيد سيره اهل البيت بها، هي ايش بشر شلون نقدر نردحهم او نخليهم يرجعون الطريق مكان ما يبدي يدور اثرات العالم؟ نحاول ننصحهم نقول لهم شنو الطريقه شيخنا؟ احسنتم. طبعا أهل البيت عليهم السلام ما تركوا مجال ما أعطوا فيه فد التفاتة. مثلا جاء رجل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام فقال له إن ابن عمك فلان قد سبك، فالإمام سلام الله عليه مباشرة قال له قال بل أنت سببتني، أنت نقلتني السب، أنا ما أدري، أنا غافل عن هذا القضية، يعني مو غافل بمعنى يعني قال أنت سببتني. هاي قضية المواجهة، يعني مثلا الشخص يجي يقعد يستغيب شخص، احنا اذا نسكت له
راح بعد ياخذ راحته بتعبيرنا ويستغيب ويسوي بهتان، مو بس يستغيب يعني يذكر اخاه بما ليس فيه. اما اذا احنا وقفنا امامه قلنا لا هذا الكلام مو صحيح، هذا انسان مؤمن ومن حقك انت تتبع اثراته وتنتقص من عنده. اذا قضيه المجتمع ضروريه، يعني كل شخص اذا شوفه، كل انسان اذا شوفه يتجاوز على اخوه نقول له لا ما من حقك، انت صديقي بس هالمنطقه لا تتجاوز على فلان. اذا صارت هاي الحاله موجوده اكيد المجتمع راح يرتقي ويتكامل ويصير اكو هاي حاله الالفه. اما اذا تركناه حبلها على غاربها لا القضيه تستفحل وتصير ظاهره، والظاهره هاي مو صحيحه بالمجتمع. شيخنا اذا الشخص هو نفسه، يعني خلنا اقول اني بس انا عندي هاي الحاله المرضيه بس يعني شلون اعالج؟ اكو الناس ما يقدر شيخنا، يعني هي بدن ما هاي الحاله، هذا شو يسوي؟ يعني بلكي عن طريق جنابك الكريم عن طريق يسمع، هذا شو يسوي؟ يعني احتمال سمعنا يعني برنامجنا هذا، شو يسوي مو حتى يتخلص من هاي الصفه الذميمه او المذمومه؟ شلون اللي الحال يعني هو درب نفسه بس اللي يتخلص ما يقدر، شنو الطريقه؟ احسنت. يعني هو تذكر الكلمات الرادعه للانسان، الانسان يخاف من الاخره كل الاحوال. اذا رجينا هسه من ذكرت لك هاي الروايه، من تتبع اثرات المؤمنين تتبع الله عثرته وفضحه ولو في جوف بيته. الله ترى دير بالك ذاك البعيد، اقول ان شاء الله مو المستمع، ذاك البعيد هذا ترى اكو تتبع من الله سبحانه وتعالى. الله ترى يفضحك، انت تفضح الناس ترى اكو من يفضحك، انت تتبع اثرات المؤمنين ترى اكو من يتبع اثرتك. فهذا الخوف يخلي الانسان شويه رادع له. والشيء الثاني انه الناس كود هاي الفكره يخلوها ببالهم، وكل شخص كود ينبهوه، وهذا الحقد والحسد والغل وهذا المرض اللي بداخلنا كود شويه شويه. لان انا اقول شلون انا ادخل في قبر وقلبي حاقد على مؤمن؟ المؤمن لا يحقد، حقده في مجلسه، فاذا قام ذهب عنه حقده فقط المجلس مالته. انا صار عندي حزازيه بيني وبين اخوي في هذا المكان، قمنا بعد انتهت القصه، الباكر عقبه بعد راح انتهت القصه. اليوم صار عندي مشكله وياه، ليش انا احسب باكر وعقبه وكذا اخلي بقلبي؟ هذا مو مؤمن، المؤمن لا يحقد. شيخنا الكريم يعني بالحديث بصراحه طويل بهذا الجانب، بس وقت البرنامج هو هذا اللي يكفي. اشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقيك في حلقات اخرى شيخنا الحبيب. ان شاء الله اشكركم واشكر حضوركم واشكر استضافتكم لنا. حياك شيخنا. هذا شيخنا ان شاء الله نشوفك بخير ان شاء الله. أعقل الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره طريرا. هذا الحديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم في الأسبوع القادم.